عشان نعرف أكتر ماذا يحدث وإلى أي مدى يعني نعول على نجاح هذه المبادرة الأفريقية لمحاولات الوصول للمفاوضات ما بين طرفي النزاع الروسي والأوكراني. دلوقتي معنا على التليفون دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وإلى أي مدى هذه الوساطة الأفريقية يمكن أن نعول على نجاحها أو حتى تحريك المياه الراكدة في هذه الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن هناك ترحيب غربي ودولي بهذه المبادرة، يمكن على عكس ما حدث مع المبادرة الصينية كان هناك رفض لهذه المبادرة أو حتى التحفظ عليها. أهلا بك يا أستاذ هدير، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. طبعا هي مبادرة هامة وبتأتي في توقيت دقيق وحساس يمر به العالم. هذه المبادرة الحميدة التي لاقت قبول من الطرفين بالفعل، عكس المبادرة الصينية التي ولدت فيها الأساس ميتة، ولكن هذه المبادرة كان مرحب بها، خاصة أنها تضم الكثير من الدول الأفريقية التي لعبت دورا مهما باتخاذ مبدأ الحياد الإيجابي والعمل وبشكل كبير على إيجاد حل شامل للأزمة الروسية الأوكرانية، على اعتبار أن أكثر القارات تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية هي القارة الأفريقية، سواء فيما يخص أمن الغذاء، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يصدران إلى العالم حوالي 23% من القمح والأسمدة، وده رقم كبير جدا، وبالتالي هذه الحرب أثرت بشكل كبير، واتخذت الدول الأفريقية قرارا، خاصة أن هناك الكثير من المبادرات والتصريحات المتزنة والرشيدة والحكيمة التي تريد إنهاء هذه الحرب بشكل كبير، على اعتبار أن هذه المبادرة بها أكثر من بند، كل هذه البنود الوجود أرضية، البحث عن وجود أرضية مشتركة بين روسيا وأوكرانيا ووقف الحرب، أيضا فيما يخص الأسلحة التكتيكية التي تم نشرها في بيلاروسيا، هذا شرط أساسي أيضا تم وضعه في المبادرة الأفريقية، وأيضا رفع اسم الرئيس بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي بنود ثلاثة مهمة جدا ومن الممكن جدا أن تلقى قبولا، ولكن لابد أن يكون لهذه المبادرة دعما غربيا حقيقيا لكي يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بالفعل، ثم بعد ذلك بدء المفاوضات بشكل متوازن. حضرتك هنا يا دكتور حامد بتتحدث عن إجراءات لبناء الثقة ما بين الجانبين بالوساطة الأفريقية، إلى أي مدى حضرتك تقرأ هذه الوساطة الأفريقية ومسألة استقلال القرار الأفريقي بعيدا عن الهيمنة الغربية والأمريكية في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية والموقف المتوازن للدول الأفريقية منذ البداية؟ يعني هناك بالفعل نظرة قامت وقدمتها الدول الأفريقية في الحرب الروسية الأوكرانية، وهي عدم الانحياز لأي طرف من الطرفين، على اعتبار أن الانحياز لأي من الطرفين لن يؤدي إلا لتعقيد الموقف وأن يكون موقف متشابك بشكل كبير، وبالتالي الدول الأفريقية وأغلب الدول الأفريقية اتخذت مبدأ الحياد وعدم الانغماس في صراع لا عائد ولا طائل منه إلا إطالة أمد الصراع، ولكنها في نفس الوقت لديها رؤية حقيقية في البحث عن صناعة السلام في أزمة هي بالفعل يعني أثرت بشكل كبير على كل مقدرات الشعوب الأفريقية، وهو ما صرح به رئيس الوزراء المصري اليوم في تصريحاته الصحفية وفي المؤتمر الصحفي، أن القارة الأفريقية عانت وما زالت تعاني من التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية. أيضا الرؤية المصرية ليست جديدة على إيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية، خاصة أن الرئيس السيسي وفي مناسبتين متتاليتين سواء في كوب 27 وفي وجود أكثر من 120 قائد ورئيس دولة أشار إلى أنه لابد من إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا عندما كانت الدولة المصرية ضيف شرف رئيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي، وأشار أيضا الرئيس السيسي أنه لابد من إيجاد حل شامل وعادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي التفاعل المصري الأفريقي من الممكن جدا أن يحدث مشهد مغاير عكس كل المبادرات السابقة، والعمل على حل حالة القضية الأخطر على مستقبل البشرية في الفترة القادمة.
صحيح يا دكتور حامد، يمكن يعني الحرب الروسية الأوكرانية وإن طال أمد الصراع كمان مع هذه الأزمات الاقتصادية اللي احنا بنشهدها، يعني كارثة على كل الأطراف والكل خاسر من هذه الحرب، فبنطمح إنه هذه المبادرة الأفريقية متوازنة الأطراف إنه يعني يكون في هناك حل أو جلوس للتفاوض لإنهاء هذا الصراع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة.